حرب الإمارات في اليمن توقفت من الناحية العملية، موقف عبر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في محاضرة استضافها منتدى الرجل الثاني في الدولة الشيخ محمد بن زايد. الوزير قرقاش عبر بالقدر نفسه عن نية بلاده الإبقاء على التزاماتها بالمستويات نفسها تجاه المناطق المحررة، وعلى دعمها المفترض للترتيبات السياسية المحققة للأهداف التي حدث من أجلها تدخل التحالف العربي في اليمن. تفرحون بالنصر القريب؟ لا جديد في تصريحات الوزير الإماراتي، هناك فقط تفاوت في طريقة التوصيف للموقف العسكري الحالي للتحالف، فقد سبق للعميد أحمد عسيري أن صرح بالمضمون نفسه قبل نحو شهر ونصف، وأعلن حينها أن العمليات القتالية الرئيسية في اليمن قد انتهت، لكن المراقبين يقرؤون في موقف أبوظبي الأخير من استمرار الحرب انعكاسا لخيبة أملها من الإمساك بخيوط اللعبة السياسية في اليمن على نحو ما كانت تخطط، خصوصا إثر الإقالة المفاجئة للرجل الثاني في السلطة الشرعية المعروف بقربه من الخط السياسي للإمارات. ويستشهد هؤلاء المراقبون بالمنح المختلف الذي اتخذه خط التدخل الإماراتي في اليمن بعد أن أعادت أبوظبي ترتيب أولوياتها لتنصرف أكثر نحو محاربة ما تسميه الإرهاب، وهو جهد يتماهى أكثر مع الأهداف الأمريكية. الإمارات كانت قد أعادت توزيع وحداتها العسكرية في كل من عدن والمكلا وسقطرى، وهي مناطق تشكل أولوية في سياق الحرب الأمريكية على الإرهاب، إلى جانب تبنيها سياسات مثيرة للجدل حيال فصيل سياسي رئيسي في اليمن يشكل اليوم الركيز الأهم في القوى السياسية والشعبية المناهضة للميليشيا الحوثية. لا توجد مؤشرات على أن الموقف الإماراتي الأخير قد جاء في سياق التوافق مع الرياض الذي يشرف عليه مجلس تنسيق سعودي إماراتي تشكل مؤخرا، لكن بالمقابل لا توجد دلائل على وجود حالة افتراق قد وقعت حيال مجمل التطورات الاستراتيجية والسياسية في اليمن بين القوتين الرئيسيتين في التحالف. وبغض النظر عن وجود هذا التوافق من عدمه، فإن ذلك قد لا يؤثر على موقف المملكة التي بيدها وحدها صلاحية وقف الحرب كونها قائدة التحالف ومعنية بقضية الحسم في اليمن وتقدير أي الوسيلتين يمكن أن تحفظ أمن اليمن والمنطقة، الحل السياسي أم الحل العسكري، الذي ذكر المتحدث باسم التحالف أنه سيكون ضروريا في حال فشلت مشاورة الكويت.